بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. هنجمع مع بعض المحاضرة الخامسة في إدارة تدريبية لتصميم شبكات تصريف الأمطار باستخدام الستورم كاد. المحاضرة يا جماعة هي محاضرة تصميم شبكات التصريف الأمطار، اللي هي المحاضرة التانية، الجزء التاني، لأن المحاضرة الرابعة إحنا بدأنا وعملنا رن سريعة في الستورم كاد بحيث الناس تاخد الجرأة إنها تبدأ تشتغل على البرنامج. برنامج بسيط وسهل، عملنا منهول، خط كان مكون من 4 و5 منهولز مع الأوت فول بتاعك. دخلنا تقريبا كل الداتا المطلوبة، مفيش مشاكل. عملنا البروفايل بتاعنا، شفنا التصميم. طبعا لو عايز تغير في البروفايل، تغيير بسيط وسهل زي ما عملنا في السيور كاد بالظبط بالظبط، هو نفس الشغل. بتخش على الكونسترينز بتاعت البايب لاين، بتبدأ تغير، بتثبت الميل أو بتقول والله هبدأ البايب لاين بتاعي في الليفل الفلاني، وبالتالي هو بيلتزم بالرقم اللي حضرتك بتدخله. لو سمحت، لو عايز تغير في البروفايل بأي شكل، ارجع للمحاضرات بتاعت الصرف في السيور كاد اللي هي المحاضرة الرابعة والخامسة، هتلاقي حضرتك الكلام ده موجود من للمحاضرة الخامسة، هتلاقي الكلام ده موجود من يعني. فإن شاء الله مفيش مشاكل. هنبدأ مع بعض النهاردة زي ما وعدنا المرة اللي فاتت، إن احنا هنعمل مشروع كامل في الستورم ابتداء من الرسم لحد ما نوصل للستورم كاد ونصمم عليه. هنخش على طول على الاوتوكاد. دي يا شباب الرسمة بتاعتنا. الرسمة بتاعتنا ببساطة خالص، ادي اللي اوت، اعتبرت ان هشتغل هنا شبكة سيبرت للستورم درينج، شبكة خاصة منفصلة عن الصرف خالص. فبدأت اشتغل هنا عشان بس اوصف للناس الليفلز. هنا ده مدخل من مداخل الكومباوند مثلا، وده مدخل تاني، تمام كده، هما مدخلين بس. بعد كده الكومباوند كله فيه فنس حواليه داير ما يدور، ودي البوابتين بس اللي موجودين ليه، يعني الاكسس دور بتاع الكومباوند واحد وادي التاني، وده الرئيسي واضح طبعا. تمام، الليفلز يا شباب للوهلة الاولى، الليفلز المنطقة دي يمكن اعلى منطقة يمكن في الكومباوند كله، منطقة التبة او منطقة السنتر بتاع الكومباوند، وبتبقى اعلى ليه عشان خاطر الكل يشوفها، تمام كده. فبتبقى مركز للفيو بتاع كل العمارات او الفيلل او وات ايفر الريزيدنشال اريا بتاعتك الموجوده. طبعا كل ده جرين ارياز. احنا اشتغلنا يمكن على نفس اللي اوت، اشتغلنا مره ميه، واشتغلنا مره كمان ري، واشتغلنا كمان مره صرف، وبالتالي النهارده بنشتغل عليه ستورم درينج عشان يبقى الناس يعني ماشيه معايا خطوه بخطوه في كل الشبكات، ما يبقاش في حد واقع مني في حته. تمام، كل اللي عملته جالك اللي اوت ده. اول حاجه بتسقط عليه ايه؟ تصميم الطرق. السبوت ليفلز ده يا شباب، ده كده السبوت ليفل، ده التصميم بتاع الطرق. حضرتك بتاخده من مهندس الطرق بس، وانت بتاخده من مهندس الطرق بتاخد الليفلز ديت، لازم تراعي شويه حاجات كده بسيطه. ايه هي؟ حضرتك دلوقتي اول حاجه تبص على التاي ان بوينتس بتاعتك. حضرتك هتصرف ميه المطر فين؟ تمام، ده الكونسبت الاساسي عندك. سي ان عندك هنا تاي ان بوينت يمين وزيها واحده يسار، جالك ان تاي ان بوينت هنا يمين وهنا شمال، ماشي، ادي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا تقول لي تاي ان بوينت، هو في حد بيعمل شبكات مطر؟ في بعض الاحيان بتتعمل، تمام كده، في المجتمعات العمرانيه القويه او اللي هي ما بتكذبش بحياه الناس او الاستثمارات الموجوده جواها، طبعا لازم تصريف امطار، تمام كده. اضعف الايمان بيبقى عامل لك منهول، المنهول ده بتاخد بعد كده ويودي هو بقى كحكومة او كمستثمر او كمالك للارض المحيطة بيك او للانفراستراكشر الخارجية، تمام كده. هو بياخد بعد كده المية دي بيوديها على يعديها مثلا عبارة تحت طريق وات ايفر، المهم توصل للوادي او توصل لخزان او بحيرة كبيرة للتبخير، تمام كده، او توصل للبحر، تمام كده. فكل في حلول كتيرة، المهم حضرتك تبقى عارف هتودي مية الكومباوند بتاعك فين او المشروع بتاعك انت فين، لازم ده يكون معروف. انت هنا اخدت في الاعتبار انك هتشتغل الطريقة بتاعتك اللي هي الريشنال ميثود اللي هي CIA عشان تجيب الكيو، كلام جميل، خلاص اعتمدت الطريقة ديت لان المساحة ماشية معاها، لان الاثوريتي اللي حضرتك بتشتغل تبع ليها الريجوليشنز بتاعتها ماشية معاها، كل حاجة تمام خلاص، وخدت ابروفل على الطريقة، اوكي، خدت الاي دي اف كيرف، اوكي، كل ده خلاص خلاص، اوكي، كل ده معاك. تبدا تشوف التايم بوينت زي ما قلنا اللي هترمي عليها، تبدا بعد كده تدرس الليفلز، واي كومنتس عندك في الليفلز تروح لمهندس الطرق وتقعد معاه. ايه الكومنتس الاساسيه يا جماعه في حدوتك؟ ان والله انا عايز اغلب الليفل يروح اتجاه البوابات، وان البوابات تكون دايما اعلى من الشارع الخارجي،
بحيث ان الميه، ميه المطر هنا تصرف على ايه؟ على الخارجي، تمام كده؟ هتقول لي طيب ما هو ممكن تجي لي هنا الجهاز او الحي او البلديه او الامانه او الوسيرتي نفسها اللي حضرتك بتتابع ليها، تقول لك لا ما تصرفليش ميه مطر خارج الكومباوند، لا لو سمحت ميتك انت تصرفها بنفسك ببايب لاين. خلاص يبقى ده دي كده شرط، انما لو مفيش الشرط ده حضرتك افضل حاجه للمطر انك تعمل سيرفيس درينج، يعني تصريف سطحي، تمام كده؟ طيب بتقعد وتتكلم مع مهندس الطرق، ادي المنظر اللي انا عايزه، انا عايز ايه؟ الميول بتاعه الاسفلت تكون راميه ناحيه الايه؟ المخرج، بحيث ان المنطقه دي كلها سواء المطر اللي هينزل على العماير او في الووك ويز، تمام كده؟ او على الاسفلت نفسه او حتى على الجرين ارياز، لو في جرين ارياز هنا كله هيميل يخرج فين؟ يلا بره المشروع، مع السلامه. ودايما طبعا مهندس الطرق ومهندس اللاندسكيب بيتعاونوا ان دايما بيخلوا الطريق الداخلي بتاع الكومباوند راكب الطريق الخارجي بتاع المدينه اللي انت الكومباوند فيها. ده كونسبت اساسي عندهم، مفيش حاجه اسمها الكومباوند بتاعك يكون تحت، ما ينفعش الكلام ده، صعب يحصل، ولو حصل تبقى مشكله كبيره، تمام كده؟ واكيد ليه حلول، بس هيحصل لو حصل لا قدر الله، بتبقى فيه مشكله هنا فلازم تحلها معاهم. الافضل طبعا اللي احنا عاملينه ان احنا دايما نبقى الليفل بتاعنا راكب يعني اعلى من الطريق الخارجي عشان تقدر تصرف عليه ببساطه. كلام جميل. طيب ايه تاني هنا برضو؟ البوابه ديت هتلاقي هنا الليفل هنا 1144 11 واحد من 100، بعد كده هتلاقي هنا بره في الاسفلت او يعني بره الكومباوند مباشره في جرين اير اللي بره 10 59، بعد كده 10 16. بص هنا الدنيا هنا في الخارجي تمام اوطى بكتير من ايه؟ من الداخلي، تمام كده؟ ده غير بقى ايه الادراج اللي حضرتك بتعمله، اللي هو المطب اللي هنا بيبقى ارتفاعه محترم بحيث ان العربيه، اسف، ميه المطر ما تجيلكش تفيض وتخش لك جوه الكومباوند. ده طبعا غير الميل المحترم جدا اللي موجود عشان خاطر يطرد لك ميه المطر من هنا. هتلاحظ هنا ان في ميول ممايلها لك هنا كده من المنطقه دي كلها، هرميها كلها ايه؟ بره على طول. فين؟ على ايه؟ على الشارع الخارجي. هيتبقى لك بقى الشوارع الداخلية، تصرفها ازاي؟ تبدأ تدرس معاه، هو الراجل مميل ده كده، الأسهم يا جماعة دي ده شغلك أنت، بتعمل أول حاجة الأسهم قبل ما تحط أي منهل والكلام ده، ما تحطش مناهل خالص، ما تعملش حاجة. اعمل أسهم اتجاهات الميول. تمام كده؟ أهو، دي كلها أسهم. الأرض كلها رامية كده، رامية كده، رامية كده، رامية كده. وبعدين رامية فين تاني؟ رامية كده. لحد نقطة هنا كده تلاقي الأرض وقفت أهي، بص ده 41 37 ردت 42 تاني، يبقى النقطة دي نقطة منخفضة. حضرتك لازم غصب عنك تحط هنا إيه؟ كاتش بيزن. وهتسميها إنساج، إنساج يعني في نقطة منخفضة يا شباب. تمام كده؟ هفهمك يعني إيه؟ إنساج هي بتعمل كوليكتنج للمية 100%، ما بتفوتش مية. وقلنا كلام الفرق بين إنساج والأون جريد، الأون جريد معناها على الماشي، بالبلدي كده بنقولها، يعني على الماشي بتاخد شوية مية والباقي بيجري من فوقيها وبيعدي يروح للكاتش بيزن التانية. تمام كده؟ إنما الإنساج لأ، المية بتركض عندها، في ركود للمياه لأنها لوست بوينت، نقطة منخفضة. فحضرتك أول ما تلاقي نقطة منخفضة، إن اللي فيه إجماع على إن النقطة دي منخفضة في الديزاين بتاع الطرق، لازم حضرتك تحط فيها كاتش بيزن، وتكتب جنبها كده إن هي إيه؟ ساج بوينت أو إنساج بوينت. خلاص كده؟ تكمل كده معايا اهو. الميول بقى راميه على الساك بوينت اهي، تمام. هنا بص ايدي، هنا في نقطه انقلاب تاني، بس نقطه كريست، هنا في كريست، تمام كده اهي. 47 بقت 51 بقت 50 وتنزل تاني 48 49 46 وهكذا، يبقى هنا في منطقه كريست. هل ينفع تحط هنا كاتش بيزن؟ لا، عيب عيب عيب. ازاي طبعا ما فيش مطر هتنزل، اي مطر هتنزل هنا يا دوبك هتاخد كام نقطه اللي هتنزل عليها لو حطيت هنا كاتش بيزن. ما تعملش حاجه منتقده، وما تنفعش حضرتك تعمل اي نيجوشيشن فيها او اي ديسكشن، يعني خلاص هتبقى ديبيت، هيبقى في نوع من انواع الجدال فقط لا غير. مش منطقي انك تحط هنا كاتش بيزن. كلام واضح كده؟ يبقى تحط كاتش بيزن في الاماكن اللي ينفع تحط فيها كاتش بيزن، او ينفع يبقى عندك دفاع فيها، انما هنا لما يكون عندك كريست ليفل او نقطه توب، تمام كده؟ نقطه عاليه في البروفايل بتاع الطرق، ما ينفعش. المايه هتمشي كده وهتمشي كده، لو حطيت هنا كاتش بيزن مع السلامه، مش هتاخد حاجه. كلام واضح؟ كلام واضح. طيب كمل معايا هنا برضو، الميل ماشي كده، في هنا الباركنج اريا ديت بتخرج كلها، طبعا الراجل المعماري العظيم اللي حضرتك بتشتغل معاه بيشتغل بيطرد لك كل المايه في الباركنج اريا كلها، بتبقى راميه على بره. لو رميت على جوه هيبقى فيها مشكلتين، المشكله الاولى طبعا ركود المايه ناحيه السيارات، ده مشكله كبيره لان ساعتها حضرتك ما تيجي تركب السياره هيبقى في بركه مايه تحتها، هيبقى صعب جدا. ادي واحد. الحاجه الثانيه
لو هو عمل كده المنظر ده، حضرتك هتعمله كاتش بيزن فين؟ في الاماكن اللي هيبقى فيها الميول رايحه ليها، صح كده؟ وهتضطر حضرتك تعمل شبكه داخليه للصرف، لان كاتش بيزن دي عشان توصل لهنا يبقى في مسافه، فحضرتك لازم هتمد المنهول هنا كده وتدخله جوه، تمام؟ فاتفق معاه، اعمل لو سمحت انا عايز الباركنج اير كلها تكون طارده المايه بتاعتها لمين؟ لبره، تمام. هنا الميول اهي، كل اللي ده عملته درست الميول بتاعته اهو، ميول الطرق يعني، باركنج اريا كلها بتطرد على هنا، المنطقة دي بتطرد هنا، المنطقة دي بتطرد كده، وهكذا. في هنا كريست، في هنا كريست، تمام، في هنا برضو كريست ليفل، دي أعلى نقطة في الكومباوند كله اللي أنا واقف عليها دلوقتي دي. الميول رامية كده، وبرضو الباركنج اريا دي كلها رامية كده، دخلت خدت هنا كاتش بيزن، تمام، وما تبقى من مية المطر هصرفه فين؟ هخليه يصرف فين؟ على إيه؟ على المنطقة ديت. كلام جميل. هتقول لي كاتش بيزن دي، اقول لك هنا كان فيه جدال، هل هنا هيعمل مطب ولا مش هيعمل مطب؟ لو هيعمل هنا مطب، تمام كده، هيبقى كاتش بيزن دي لازم تكون قبل المطب، يا اما هو يمرر لي هنا كده في لون معين او طنل معين كده بتتعمل في المطبات، تمام كده، بحيث تمرر لي ميه المطر. والتفاصيل دي كلها يا جماعه بتيجي واحده واحده مع الوقت في الشغل والكلام ده كله، تمام، بشكل او باخر. لو انت عندك هنا مطب مثلا، لو ده هيتعمل مطب، هنا مطب، الكلام ده يا جماعه ما هوش كان فاينل، الكلام ده كان يعني ان بروجريس، كل يوم بالتاني بيتعدل انت والمعماري بحيث توصلوا لاخر صيغه حضرتك تعمل رناية عليها، تمام كده، اوكي. طيب نيجي هنا، ادي درست اهو الليفل، الليفل كلها راميه كده، راميه كده، راميه كده، تمام كده كده وراميه. طبعا هنا راح هنا برضو عمال ليفل هنا اعلى من الشارع الخارجي، وبالتالي الميه هتبقى تدور على اوطى نقطه على طول تجري عليها، اوطى واقرب نقطه تجري وترمي عليها نفسها بحيث انها ايه تجري بره الكومباوند، تمام. فالساك بوينت هنا هتلاقي في كلمه ساك بوينت هنا تاني، طبعا انسى خالص ان انا راسم بايب لاين، وانسى خالص ان في كاتش بيزن، انسى، انا بدور بس على الليفلز وفين الساك بوينتس. طيب هنا في نقطه انقلاب، الساك بوينت هنا نقطه منخفضه جدا، هنا اهو 85 61 52 رجع التاني 60 وطلع التاني لفوق، فهي نقطة منخفضة، تمام، فلازم تحط كاتش بيزن وتكتب جنبها ساج، تمام كده. نفس الكلام هنا، هتلاقي نقطة برضه منخفضة، تكتب ساج وتحط كاتش بيزن، تمام، مفيش ساج تاني متهيألي، خلاص يبقى حضرتك كده عملت الشغل الصح. تيجي بعد كده حضرتك تبدأ تاخد التاي ان بوينت اللي حضرتك هترمي على أساسها، وتبدأ تخدم الساج بوينت، تروح لغاية الساج بوينت، روح لها كده، وصل المنهول منهول منهول لغايه ما وصلت هنا الساك بوينت. ونفس الكلام لو هنا في ساك بوينت توصل لها بمنهولز، لو هنا في ساك بوينت توصل لها بمنهول، لان كاتش بيزن لازم ترمي على منهول، تمام كده، اهو لازم ترمي على المنهول، تمام. هقول لك بعد كده تعمل ايه، هنا لازم تكمل كده توصل للمنهول ده، لان هنا في ساك بوينت، تمام، انا بقول لك ازاي ترسم الشبكه، هنا لازم تكمل كده، لو عندك ساك بوينت هنا يبقى لازم تكمل لها، لو ما عندكش هقول لك هتعمل ايه دلوقتي. هنا في ساك بوينت يبقى لازم تبدا من هنا، لو الاتجاه بتاع الميل كده يبقى لازم تبدا من هنا وتكمل لغايه ما توصل للنقطه اللي هترمي بيها بره، تمام. لو هنا في ساك بوينت لازم تبدا من عندها، لو هنا في ساك بوينت لازم تبدا من عندها، مفيش لا هنا ولا هنا ساك بوينت. هدي مثال، هتقول لي دلوقتي وببساطه تعالى يا عم عرفني بقى لو مفيش ساك بوينت في الشارع ده اعمل ايه، تعمل بقى الحركه اللي قلنا عليها في الاكسل شيت. اطلع بالاكسل شيت اللي هو الدي يا شباب، تجيب الدي، تمام كده. ايه الدي ده يا باشمهندس؟ الدي ده يا باشمهندس هو عمق الميه اللي جنب الكيرب، تمام، وقلنا عليه قبل كده المحاضره اللي فاتت واللي قبلها وتعبنا فيه الصراحه، اتكلمنا كتير فيه، تمام كده. وقلنا من معادله سي اي اي بتجيب الكيو ومعاك مانينج كوفيشن، تمام كده، ومن شويه المعادلات البسيطه دي عملنا الاكسل الظريف ده، ده الميل العرضي بتاع الشارع، ده الميل الطولي بتاع الشارع، التي هو الطب بتاع المثلث المائي اللي بيتكون عند الكيرب اللي هو المثلث الراكد، المياه الراكده اللي هتبقى جنب الكيرب او المياه الجاريه جنب الكيرب، تمام، هيكون مثلث، هتمشي على هيئه مثلث جاي عليك اهو كانه خارج من الشاشه وجاي عليك انت، بيبقى شكله مثلثي كده. عمق الميه التراكمي بقى كام؟ هيطلع هنا في المعادله، والله المفروض الكيرب ده الاستاندرد بتاعه بيبقى 15 ايه سنتي، الميه انا مش هسمح انها توصل 15، قبل ال 15 لما الدي يوصل لي 11 او 12 اقدر احط ايه كاتش بيزن وانا مطمن، واقدر ادافع عليها من بقلب قوي. وصلت ل 14 خلاص ماشي حط كاتش بيزن، ده ما فيش مفر، لو وصلت هنا يبقى انت كده عندك مشكله، تمام، لان حضرتك اتاخرت في وضع كاتش بيزن، يبقى كده الميه لا قدر الله هتفيض مين على الووك واي، لو حد ماشي او في مشكله هنا او في
بيبقى في بعض اعمده الاناره، او يعني في حاجات كتيره جدا على الوكوي غلط انك تخلي الميه تفايض عليها، غلط، ده مش صح. تمام كده، نرجع تاني للاوتوكاد. تمام، يبقى احنا هنا درسنا، خدنا الاريا دي، الاريا اللي بتخدم فين، اللي الميه بتاعتها هتنزل على الشارع ده. عندك الاريا، الجرين اريا دي، الميل بتاعها رمي كده، العمارات دي، العمارات دي كلها، تمام كده، والعمارات دي كلها، تمام، كله رامي فين، على الشارع هنا. كل الاريا دي بتتاخد، ومعاك السي اللي هي السي اللي هو كوفيشن اوف ران اوف، تمام كده، اللي هو الجريان السطحي، معامله الجريان السطحي اللي هو ايه، اللي هو سي افريج. انت بتجيب سي افريج للمشروع كله، تمام كده، اللي هو مجموع ايه، مجموع المساحات الخضراء في السي بتاعه المساحات الخضراء، زائد مجموع المساحات الشوارع في السي بتاعه الشوارع اللي هي 0.7.8.9 وات ايفر، والمساحات الخضراء السي بتاعتها 0.1.2، تمام كده. بعد كده الاسطح بتاعه العمارات مساحتها كلها في السي بتاعتها اللي هي 0.7، وهكذا. في الاخر لما تجمع كل اللي انا قلته ده، اقسم على مجموع اريا المشروع كله، طلعت السي افريج، تطلع مثلا 0.4 0.45 وات ايفر، هي دي بتثبتها. يبقى الاريا اللي حضرتك هنا بتتخدم هنا الاريا، تمام، بايه، كده 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 كده، تاخد الاريا دي كلها تضرب في السي الافريج، في الاي الانتنسيتي اللي حضرتك بتاخدها في الاعتبار عند المده الزمنيه اللي حضرتك اتخذتها، خدتها في الاعتبار اكوردنج للاسيرتي والكود اللي هو 60 دقيقه اللي هي مده العاصفه، بتطلع على الاي دي اف كيرف برضه اللي حضرتك جبته من الاسيرتي اللي بيقول لك خد في الاعتبار 10 سنين او 20 سنه اللي هو الروتين بيريود بتاعك، او الفتره التكراريه بتاعت العاصفه، سنتين او خمسه او 10 او 20 او 30 او 50 او 100 وات ايفر ايا كان. حضرتك بتجيب الاي، هي دي الاي اللي حضرتك بتستخدمها في المشروع في الاكسل اللي حضرتك شايفه ده. تيجي حضرتك تجيب الدي، هات الدي هنا، احسب الاريا دي كلها كده وهات الدي هنا. لسه لا، ده 7 8 سم، طب هات الدي هنا، وصلت 10 سم، طب هات الدي هنا، وصلت 13 سم، هنا حط الكاتش بيزن، ابدا كاتش بيزن. بس لا، انا عارف، انا شايف الكاتش بيزن دي، انا شايف هنا 10 64 10 43 10 21 ولسه الارض بتنزل، خليها حط كاتش بيزن، بس حطها ايه، اون جريد، تمام، خليها على الماشي زي ما بيقولوا، تمام كده، خلي الميه تيجي تجري. يبقى انت كده ايه، سحبت شويه ميه مطر، قللت الدي اللي هتحصل، الدي اللي كانت هتحصل هنا لو حضرتك ما حطيتش كاتش بيزن هتحصل 13 سم مثلا. طب لو حضرتك ما حطيتهاش وجيت حطيتها هنا ممكن تبقى 15، فيضت مين؟ هنا. لما تفيض هنا حضرتك هتخش على الباركنج ديت، هتخش على الرامب ده، هتخش على الووك واي هنا، ممكن الرامب هنا، هتبوظ الدنيا، مشاكل. طب ليه؟ ارجع ورا شويه قبل ما دي توصل ال 15، اقطع هوب، حط الكاتش بيزن وابدا اول منهول بتاعك. يبقى انت في السيف سايد. كده اصبح الكاتش بيزن هنا منعت لك ان يحصل فلادنج للميه المطر على الووك واي. خلاص يا شباب؟ اللي انا قلته ده لو سمحت بنفس السيكونس كده ارسم شبكه المطر، مش هتلاقي فيها صعوبه. اول حاجه بتدرس المخارج بتاعتك، بتدرس الاكسس دورز بتاعه الكومباوند او بتاعه مشروعك، بتدرس الليفلز، وبتحدد الساج بوينتس، وبتحط عند الساج بوينتس الكاتش بيزن. بعد كده من المخارج او من التاي ان بوينتس اللي هي اللي هترمي عليها، ابدا حدد النقط بتاعتك وامشي مانهولز لغايه ما توصل للساج بوينت، تمام كده، واسحب الايه، الكاتش بيزن اللي حضرتك حطيتها من الساج بوينت، لان دي لازم يبقى فيه مانهول جنبها عشان تصرف عليه، الموضوع منتهي مفيش كلام فيه، تمام. بعد كده تيجي حضرتك تبدا بقى تدرس شارع شارع ما فيهوش ساج، يعني الشارع ده ما فيهوش ساج بوينت، فتدرسه تبص عليه تقول لي والله من هنا امشي كده، الارض راميه كده، طب اقطع هنا كده وشوف الاريا. انا بكرر كلامي يا جماعه عشان خاطر ما حدش يتوه مني بعد كده، رسم شبكه المطر مش سهل، عايز حد فاهم، لو انت فاهم الموضوع بسيط، وعشان كده احنا عايزين نفهم الناس مش عايزين نحفظ، كلام واضح. طيب اللي عملته هنا اعمله هنا، ادي المنظر طبعا، ده مع السلامه خرج بره، ابدا من هنا احسب عندي الاريا دي، كل دي هتصرف على الشارع، كل اللي انا ماشي عليها بالماوس دي، اخدت سيكشن هنا، حسبت الدي طلعت كام، طلعت 10 سم، طب ما تزود شويه، ابعد عن دي، ابعد هنا، خليها هنا 11 سم 13 سم او 14، لا هنا ستوب، اعمل هنا كاتش بيزن. هتقول لي لا، ما هي الارض بتنزل، هقول لك اعملها اون جريد، اون جريد مفيش مشكله، تسحب الميه دي بنسبه 50% والباقي يكمل يروح لفين، لواحده تانية هنا. طيب في فكره يا جماعه دايما بيقول لك ان النواصي بيتحط عليها ايه، بيتحط عليها كاتش بيزن،
ده كلام في ناس بتتبعه، مدرسة من مدارس الرسم، مفيش مشكلة عندي، بس بالاتفاق مع مهندس الطرق، بمعنى إن ما يكونش الشارع رامي الناحية دي مثلا، تمام كده، وأنا أحط كاتش بيزن الناحية دي على النص، لأ لازم أكون متفق مع بتاع الطرق. هل هنا عشان في جزيرة في النص هنا الشارع هيرمي ناحية الرصيف؟ أه، يبقى أنا أحط كاتش بيزن. وهنا الشارع هنا يا جماعة، الشارع اللي أنا ماشي فيه دلوقتي ده كده مفهوش جزيرة ولا حاجة، ده شارع أه اللي هو الحزام الرئيسي بتاع الكومباوند، مفهوش جزيرة. الشارع بتاع الطرق مهندس الطرق مميلهولي ناحية الفنس، ناحية الوك واي بتاع الفنس، حقه أه، حقه يعمل اللي هو عايزه، تمام. طب هو ليه مايله هنا؟ لأن حضرتك لو كان مايله الناحية التانية، كل الناحية التانية إيه، عبارة عن إيه، رمبات وعمارات وفيلل. يبقى أنا دلوقتي بقول لمية المطر إيه، مع السلامة، مية المطر ماشية جنب الرصيف، أول ما تلاقي حتة تنزل فيها هوب تروح نازلة غرقت الناس، ما ينفعش. الميل العرضي بتاع الطريق لازم يكون طارد بعيد عن مين؟ بعيد عن إيه، البيوت والممرات أو الرامس بتاعتها، تمام. طيب كده احنا يمكن قلنا اغلب اللي احنا عايزين نقوله في الرسم بتاع المطر. حضرتك بتحسب الكلام ده، بتحط الكاتش بيزن زي ما قلنا، بعد كده بتحط كاتش بيزن على النواصي، تمام كده، بالمنظر ده، بتحط كاتش بيزن هنا تاني، تمام كده. مسافات بقى، يعني متى بتحسب مثلا الحدوته بتمشي ازاي؟ حضرتك مثلا اول مسافه هنا شوف قطعت قد ايه، سي مثلا 100 متر، حطيت اول كاتش بيزن، لان حضرتك لما جيت حسبت الدي طلعت مثلا 13، مش عايزك تحسب دي تاني بقى، ما تتعبش نفسك، كل 100 متر حط كاتش بيزن طالما ان الميول ماشيه معاك. كلام واضح؟ او اقل، يعني ممكن 70 متر 80 متر احسب، حط على طول كاتش بيزن. لو عايز تحسب الدي احسبها، حط هنا احسب الدي، وخد 50% من الفلو اللي انت كونته هنا، لان كاتش بيزن دي اون جريد، فهتاخد تقريبا 50% من الفلو ده، والباقي هيكمل معاك يتنو ماشي لغايه ما يوصل لك انت، تمام كده، الى جانب الاريا اللي هيترمي عليه، تمام كده، وهكذا. لو انت عايز تحسب الدي، انا ببساطه خالص بقول والله انا مشيت هنا 100 متر، يبقى انا امشي هنا كام، ايه، 70 متر ولا حاجه، ولا 60 متر، واروح حاطط كاتش بيزن تاني 70 80 متر، احط كاتش بيزن تانيه، وهكذا وهكذا وهكذا، وابدا اوزع الكاتش بيزنز بتاعتي. اهم حاجه ان كل كاتش بيزن لازم تبقى انت كاتب جنبها عشان تبقى عارف هي اون جريد ولا انسجم، خلاص كده، عشان ده بيفرق معاك في الديزاين بعد كده. طيب مش هنضيع وقت اكتر من كده، خلاص في الرسم احنا كده فهمنا الرسم بتاعنا، هنبدا على طول نجري نروح للستورم كاد. كرييت نيو بروجكت، احنا هنا يا شباب هنبدا نرسم الشبكه بتاعتنا على ستورم كاد، ونبدا نعملها ديزاين كامل، وده اللي احنا قلناه في المحاضره اللي فاتت لما قلنا هنعمل رنايه بسيطه. هنا بقى هنعمل رنايه تقيله شويه، بداناها بالرسم وعرفنا اسس الرسم ازاي رسمنا الشبكه، تمام. هنا هنبدا نشتغل، فتحنا المنظر اللي انت شايفه اهو، مشروع جديد، خش هنا على الاوبشنز، خلص لي على طول اللي احنا قلنا عليه اليونتس، اتاكد دايما هي انترناشونال، وحضرتك لو عملتها مره واحده ان شاء الله بعد كده هتبقى تمام، انا بس باكد عليها عشان الوحدات حضرتك تبقى ملتزم بالوحدات الصح بتاعه الشغل بتاعك. هتيجي هنا كليك يمين نيو فايل، الكلام ده يا جماعه لو الناس شافت الدورات التدريبيه في الصرف والميه هيلاقي نفس الكلام ده متعاد. رحت للدي اكس اف اللي هو نفس اللي اوت بتاع اللي انا كنت شغاله من شويه اوتوكاد، هو عملته سيف از وخليته دي اكس اف عشان خاطر اقراه هنا في الستورم كاد، عملت كده. حاول تخليه خفيف على قد ما تقدر عشان يتعرف بسرعه. هنا يا جماعه اللوحه دي بتظهر، انت عايز السايز بتاعك اليونت هناك بالمتر، بالمتر، وعايز السايز 1 تو 1، تمام كده، فالمتر هناك يظهر متر هنا. طبعا اللوحه ما ظهرتش، حضرتك بتعمل خلاص حفظنا الكلام ده، ظهرت اللوحه اهي زوم اكستنت عشان خاطر توصل للمنظر ده. ده يا شباب المنظر العام للطرق بتاعك والمانهولز وتوزيعه الميول اللي حضرتك عملتها، تمام كده. احنا كنا اشتغلنا في الصرف، اشتغلنا يمكن المنطقه اليمين ديت وعملنا الصرف بتاعنا ايام ما كنا بنعمل شبكه الصرف. تعال هنا نشتغل الجهه اليسار من المشروع، بس قبل ما اشتغل الجهه اليسار عايز اوضح حاجه كده بس على الماشي. هنا في الاوتوكاد هنا يا شباب في حاجه كده كنت عايز اقولها، هنا لو الناس فاكره كان هنا في خزان ميه، تمام، وهنا كان في ايه، ايه دي، الناس فاكره معايا دي يا جماعه الديكسلريشن شامبر بتاعه خزان الميه.
مش قلنا خزان المايه ده بيبقى فيه سام بيت عشان لو في درينج ولا حاجه جوه البامب روم بتاعه سحب المايه من الخزان، سواء فاير سواء ميه شرب، ما بتسحب ممكن يحصل اي تسريب، او انا عايز اعمل درينج للخزان وعايز اصرف المايه اللي فيه عن طريق مضخه مضخة مغمورة في صن بيت صغيرة هنا كده. طب الضغط ده بيروح فين؟ هل ينفع اطلع على طول من هنا وارمي على منهول؟ لا ما ينفعش. بعمل حاجة اسمها ديكسلريشن شامبر اللي هي غرفة تهدئة، هي بعد كده بيخرج منها خط جرافيتي لان الخط اللي داخلها بريشرايزد، هي بيخرج منها خط جرافيتي بيروح للمنهول. طب انه منهول افضل؟ لو انا عندي طبعا شبكة مطر افضل شيء انك ترمي عليه، لان ما ينفعش ترمي على صرف صحي الا لو اجبرت على ده. ليه اكتر من فايده؟ الفايده الاولى بتبعد عن التلوث قدر المستطاع، لان شبكه المطر طبعا انضف بكتير من شبكه الصرف الصحي، ده مفيش فصال. الحاجه الثانيه شبكه الصرف بتبقى اغلبها موسميه، انت بتبقى بتعمل شغلك في منطقه موسميه، تمام، مطر موسمي يعني الشتاء مثلا في الموسم بتاع المطر، او فتره 7 و8 في الاماكن اللي هي شبه استوائيه، تمام كده، بيبقى برضو المطر موسمي بشكل او باخر، تمام كده، زي اثيوبيا او حاجه زي كده يعني. المهم بشكل او باخر حضرتك بتصرف الديكسلريشن على هنا. يا جماعه لما تيجي تعرف بقى الديكسلريشن هتعرفها ايه؟ النون فلو. النون فلو حضرتك بتشوف الفلو المناسب زي مثلا 5 لتر ثانيه، حضرتك بتعرفه هنا وتحطه على المنهل الفلاني اللي حضرتك راسم على اساسه الديكسلريشن بترمي عليه. ما يجري هنا هيجري هنا، بس حضرتك طبعا مش هتدخل كل الفلوهات، يبقى كده في شويه ايه، بستهبل انا شويه صح؟ ليه؟ لا، ما ينفعش انك تعمل درينج للخزان ده والخزان ده في نفس الوقت، مش غلاسه هي، تمام؟ فحضرتك بتدخل واحد فيهم بس. الافضل تدخل دايما اللي في اول شبكه بحيث ان هو يتاخد في الاعتبار، الاقطار دي كلها تاخد الفلو ده في الاعتبار. لو حضرتك دخلت ده، لان الشبكه رايحه كده، رايحه كده للنهايه بتاعتها هناك، حضرتك دخلت ده وما دخلتش لهناك، ده معناه ان كل الاقطار دي ما قارتش الفلو اللي ممكن يتعمل في يوم من الايام حضرتك تكون بتعمل درينج او بتعمل صيانه للخزان في نفس وقت مين؟ العاصفه او المطر اللي حصل. كلام واضح؟ يبقى حضرتك هتدخل هنا ايه؟ الفلو. ماشي كده؟ طيب ايه تاني؟ هنا برضو في عندك كان في فاونتن اي سينك، ايوه اهي، ادي فاونتن شغل ووتر فيتشر، تمام؟ برضو حضرتك ممكن تعملها صيانه في يوم من الايام، فبرضو تحط لها الفلو بتاعها. طبعا الافضل ان حضرتك بتحط واحد فيهم بس، ده لو هما مشتركين في خط واحد. والله ده الاثنين مشتركين هنا في خط واحد، تحط واحد فيهم. طب هنا دي مشتركه في خط لوحدها منفصل عنه، لا حط لها برضو ايه الفلو بتاعها، اذ ربما برضو الفاونتين يكون فيها صيانه. مش عايز تحط ما تحطش، بس لازم تكون واخدها في الاعتبار كرسم، تمام كده. عايز تحطها مفيش مشكله، الافضل تحط لان ده خط منفصل عن الخط التاني، تمام كده. فانت كده اخدت الورست كيس في كل حاجه على قد ما تقدر. اوكي نرجع يا جماعه لستورم كات، ادي الاكسلريشن. انا بس لما شفتها افتكرت فقلت ايه نقولها على الماشي كده سريعا عشان نبدا نشتغل بسرعه. يلا يا شباب هنبدا على بركه الله. بدانا هنا، ادي الكوندوت بتبدا هنا اهو، اهو دي اول منهول بسم الله، ادي تاني منهول. طبعا المسافات يا شباب انت ممكن حضرتك تعملها زي ما انت عايز، المسافات البينية زي ما حضرتك عايز، تبعا للكود اللي انت شغال عليه. لو الكود مثلا المصري يقول لك مثلا اكتر من كذا لازم تبقى مسافة بين كذا وكذا وهكذا، يعني الحدوتة كلها ماشية ازاي؟ ماشية انك حضرتك بتتبع الكود اللي المفروض تشتغل عليه، تمام كده. اوكي ماشي، انا كده خلاص يا جماعة خلاص اوت فول. تعال خد تاني الكوندو التانية، تعالى هنا اهي وابدأ ارسم. رسمنا كده الخط الأساسي، تعال ارسم الخط الفرعي اللي هو بيبدأ من هنا واللي درسناه وعرفنا إن مفيش منهول إلا ابتداء من هنا بناءً على حسابات الدي اللي عملناها في الإكسل شيت. في خطوط تانية ترسمها بالنسبة للطرف ده؟ مفيش، خلاص هو خلاص الجزء ده طبعا مشروع تاني، أو يعني ممكن نعمله عادي مفيش مشكلة، بس الوقت يا جماعة أنا عايز دايما الفيديو يبقى قصير ما يبقاش طويل. هو اللي عملناه هنا هيتعمل هنا،
كلام جميل، كلام جميل. تعالى بقى حط الكاتش بيزن. ادي كاتش بيزن، ابدأ. فين الكاتش بيزن يا شباب؟ اهي كاتش بيزن اهي، حطها في مكانها وامشي حط واحدة تانية هنا. في كاتش بيزن تالتة، واحدة كمان، وهنا واحدة، وهنا واحدة، وهنا واحدة، وكمان واحدة هنا. كده ناسي حاجة؟ مفيش كاتش بيزن تانية. كلام جميل. طيب من يعني طبعا الستورم كاد يا جماعه ممتاز جدا، بيعمل ديزاين في الفيمتو ثاني زي ما بيقولوا، بس الانبوت داتا بتاعته بتبقى كبيره شويه او طويله شويه. تمام، ما تزهقش. تمام، لسه هنشتغل، لسه في شغل يعني. ما تزهقش، ما تزهقش، كلمه واضحه وصريحه، ما تزهقش. ادي فرصه وتعود عليه، لان هو فعلا بيوفر عليك كتير، وهو ده الامثل في الديزاين. ما فيش حاجه اسمها تعمل ديزاين للستورم بشبكه صرف عاديه، ما ينفعش، لان حضرتك ما بتاخدش الاي دي اف كيرف في الاعتبار، وما بتاخدش السيكونس بتاع سريان الميه على السطح في الاعتبار. تمام كده، فلازم تستخدم الستورم كات. اوكي كده احنا دخلنا ايه الكاتش بيزنس، فاضل تحط لها ايه المواسير بتاعتها. ابدا دخل مواسير من الكاتش بيزن دي للماسوره دي، ماشي. وهنا لازم توصل، صح كده، من هنا لهنا، ومن الكاتش بيزن دي للماسوره. طبعا حضرتك عشان راسم فالموضوع بيبقى طبعا بسيط جدا، ولازم حضرتك ترسم الشبكه دي اوتوكاد قبل ما تحطها على الستورم كاد، والا هتتوه مش توصل لحاجه، هيبقى الديزاين بتاعك مش مظبوط. كده رسمنا الرسم بتاعنا، نقدر نخفي ده كده ونكتشف لو في اي حاجه لا قدر الله خطا او حاجه في الرسم. نبص طبعا الخطا بيبقى ان حضرتك حافظ طبعا شبكتك، الخطا بيجي ان ممكن الكاتش بيزن ما تكونش متوصله، كاتش بيزن مش محطوطه، فحضرتك طبعا حافظ لانك عملت ترايلز كتيره جدا انت ومهندس الطرق ومهندس اللاندسكيب عشان توصل لاماكن الكاتش بيزن دي صح، بعد ديزاين وبعد نيجوشيشن مستميت معاهم عشان تقلل من عدد الكاتش بيزنز وتخلي الارض تخدمك في الشغل بتاعك. كلام جميل يا شباب. كده احنا الحمد لله خلصنا المنظر العام بتاعنا، نبدا على بركة الله ندخل ايه بقى الداتا. زي ما قلنا يا شباب، اول حاجة بتبدأ من اناليز، خش على calculation options، دبل كليك، تخلي لي ديت بدل اناليز خليها ايه ديزاين عشان نخلص منها بدري بدري، لان حضرتك بتعمل ديزاين. خش على components، الكلام الروتيني اللي قلناه في المحاضرة اللي فاتت وبنعيده تاني اهو. هنا انت بتحط constraints او القيود اللي بناء عليها يحصل ديزاين. قلنا اغلب الاكواد هنا بتبقى point 9 وفي 0.75، خليه 0.75. تمام كده، وهنا السرعة القصوى أغلب الأكواد بتبقى 3 متر على الثانية، أغلب الأكواد، ماشي كده. هنا الكفر زي ما حضرتك بتتكلم، أغلب الأكواد برضو متر 20 كفر، وبيبقى في حدود 5 أو 6 كفر، ماشي كده. السلوب هنا غير على طول اليونت، خليها في الألف، وخليه هنا الإكستند البوزيشن بتاعه 1، ارجع هنا خلي دي 3 مثلا، وخلي دي 10، 10 في الألف وتلاتة في الألف مينيموم ماكسيم. تمام كده، خش لي هنا نسبة الامتلاء، في أكواد بتقول 90، في أكواد 95، في أكواد أقل، في أكواد أكتر، أيا كان حضرتك بتشوف الكود بيقول إيه وتشتغل عليه. هنا بتقول مثلا الألو مالتيبل بارلز، اللي هي عدد الخطوط اللي داخلة عندك. تمام، في مثلا 5 خطوط، ده أقصى خطوط داخلة على منه الواحد. تمام، السكشن سايز سيبك منه ما تعملوش، ليه؟ لان حضرتك بتدخل اقطار معينه هقول لك عليها دلوقتي. ده النود يا جماعه اللي هي المان هولز، انت عايز المواسير تكون كراون تو كراون، وده الافضل. وطبعا بتسمح بدروب ايه دروب ستراكشر او دروب مان هول، سواء باك دروب او سايد دروب، حضرتك لو مش عايز تسمح بيه خلاص بتقفله. تمام كده، اوكي. تعال هنا الالت، قلنا الالت يا شباب اللي هو اللي هي الكاتش بيزن نفسها، وقلنا ان الرصيف عندك الستاندرد بتاعه 150 مللي او 15 سنتي. تمام، وسيب السبريد زي ما هي كده في الانساج 2.4 اللي هي تقريبا العربيه اللي هتركن جنب الرصيف، هو دايما بيعملوا الستاندر بتاعها كده، و50% انا شايف ان هي لوجيك جدا ما تغيرهاش. تمام كده، اوكي. انت كده غيرت ظبطت الكونسترينز بتاعتك. طيب نفس الكلام كومبوننت،
خش على الستورم داتا، حضرتك من هنا مطالب انك تدخل ايه الاي دي اف كيرف بتاعك، لازم حضرتك تكون جاهز بيه اللي هو اصلا اي والكلام ده، حضرتك اوريدي حسبت على اساسه الدي وبدات تحط الاون جريد كاتش بيزن في اوائل الخطوط عشان تبدا تعمل الخطوط بتاعتك. فهتبدا هنا تقول والله الريتيرن بيريود اللي هتشتغل عليه، حضرتك سيبها هتشتغل على 10 سنين مثلا، مشروعك هتشتغل فيه على 10 سنين تمام كده. طيب هنا ديوريشن يا شباب بتقدم، بتقول والله انا هشتغل الاي دي اف كيرف اللي وصل لي، وصل لي مثلا كل مثلا ربع ساعة ماشي كده، بعد كده نص ساعة، بعد كده تلات أرباع ساعة أو 45 دقيقة، بعد كده ساعة، بعد كده ساعة وربع، وهكذا ساعة ونص، ساعة 75. طبعا انت الاي دي اف كيرف قدامك بتدخله داتا قدامك، مفيش مش بتألف يعني تمام. جاست قلت اوكي، بدأت تعرف لك الكلام ده، اي دي اف كيرف قدامك، حضرتك بتنقل الارقام من قدامك تمام. زي مثلا كانت 30 بقت 22 بقت مثلا 18 14 12 10 8 او خليها 7 تمام كده، وهنا 5. خلاص كده يا شباب، ده الاي دي اف كيرف بتاعك اللي بناء عليه الستورم هيبدا يشتغل على اساسه. طبعا انا هنا بقول ارقام من دماغي، الارقام دي يا جماعه بتاخدها من الاي دي اف كيرف اللي بيوصل لك من الاثوريتي اللي المفروض تشتغل عليه، انا باكد على الكلام ده اكتر من مره. خلاص لو حضرتك عندك ديوريشن تاني او ريتيرن بيريود تاني وعايز تدخلها، اوكي اتس اب تو يو، بدل 10 سنين تخليها 20 سنه 30 سنه، حط تاني اهو، بص اهو زي مثلا هتحط مثلا 50 سنه اهو، اتفضل وابدا اكتب الاي دي اف كيرف بتاعك اللي هو الانتنستي اللي موجود عندك تمام كده. اوكي خلاص يا شباب، خلاص انا عندي مشروع بس شغال على ده. اوكي طيب خلاص نقفل ده، اللي بعده في نفس المنيو الجلوبال ستورم ايفنتس اللي هو حضرتك المفروض بتعرف انت هتشتغل على انهي واحد فيهم. لو كان عندك 10 سنين و50 سنه و100 سنه و20 سنه وهكذا، عرف انت هتعمل رناي على اي اساس، الران بتاعك او الكالكوليشن بتاع على اي اساس، فتعمل سيلكت على الاساس ده اللي هو ال 10 سنين ماشي كده. اوكي لسه في نفس المنيو، نروح على كومبوننتس تاني اللي هي الكتالوج نيو. حضرتك دلوقتي ببساطة خالص عرفت واحد جديد اهو، اهو عايز تعرفه بقى الانلت ده اللي حضرتك هتحطه في المشروع. وقلنا المحاضرة اللي فاتت ايه الفرق بين الكومباينيشن والكيرب والجريت والسلوت تمام كده. احنا بنختار الجريت لان هو الشائع في الوطن العربي تمام، السلوت ده مبيبقاش موجود قوي، بيبقى موجود في بعض الاحيان في المصانع والكلام ده، الاماكن الاوبن ارياز في المناطق الصناعية. الكومباينيشن بيبقى فتحة الكيرب مع الجريت الاتنين في واحد، يعني فتحه في الكيرب كده الميه بتخش جواها الى جانب الجريت اللي هو الكفر بتاع الكاتش بيز اللي حضرتك واخد عليه. الكيرب هو فتحه في الكيرب جاست من غير اي كفر من غير حاجه، والارض بتاسفلت بتبقى عادي جنبه، فحضرتك بتختار الجريت. انا بحاول اراجع معاك قدر المستطاع. الاستراكشر بتاعك بتشوف الديتيله اللي حضرتك هتشتغل عليها بناء على الكود، زي مثلا ان هي واحد في واحد متر، متر في متر. الجريت نفسه الويدز قد ايه واللينس قد ايه، سي لو احنا هنشتغل على الكود المصري 0.4 وهنا 0.6 تمام كده. حلو خش هنا على الديزاين، اللينس بتاعك قلنا بيبقى الديزاين لينس بتاعك اللي هو الاستراكشر نفسه اللي حضرتك هتشتغل عليه، حلها واحد. اوكي كلام جميل. طيب خش تاني على كومبوننت، حضرتك هتروح هنا تعرف مين الكوندو كاتالوج اللي هو المواسير بتاعتك، هتشتغل مواسير ايه. خش كده وقول لي والله هشتغل اول حاجه قطر 200، ده لو هو مسموح لك ب 200، زي مثلا 250 اشتغل مسموح لك 250، اول طلعه 250 ما ينفعش 200. حضرتك بتختار ال 250 تكتبه، بتكتب ان هو افيلبل فور ديزاين، يعني تقدر تاخده يا ستور ميكاد في الديزاين بتاعك، وتكتب لي الماتيريال بتاعته لو سمحت اللي هو دبل كليك هنا، وتخش على اللايبراري بتاعت الماتيريالز وتكتب والله بي في سي مثلا، زي ما تحب هاي دنسيتي بولي سنين، جي ار بي، زي ما انت الكود بيقول لك هناك، زي ما الكود بيقول ماشي كده اهو تمام. اعمل واحده ثانيه بالقطر الثاني اللي حضرتك هتجيبه في التسلسل 315 لان حضرتك شغال بلاستيك تمام، وقلنا مواسير بلاستيك في البي في سي 315 تمام كده. هنا افيلبل برضو، وهنا الماتيريال بتاعتك
بي بي سي. اللي بعده ها واحد تاني، احنا عملنا 315، خليها 400. شوف الاكتر المسموح لها او في اللوكال ماركت اللي حضرتك هتشتغل على اساسه. كل ده يا جماعة لازم تبقى دارس كويس جدا الحدوتة دي عشان ما تعملش حاجة وفي الاخر تعدي من اول وجديد. تاني واحدة كمان اللي هي 500 available، تيجي هنا وتخلي بي في سي ماشي. كمان واحدة 630، أنا بقول الأقطار المواسير بلاستيك أوكي. في طبعا في 450 أنا فوتها، ده بناء على الشغل بتاعك. طبعا لو حضرتك عايز ماتيريال تاني حضرتك بتختار ماتيريال تانية تمام كده. يبقى نراجع مع بعض اهو، كلهم افيلبل فور ديزاين عشان ما يبقاش في ايه حاجه مقفوله، وكلهم بي في سي. خلاص انت كده اخترت تمام، قفل المنيو دي تمام. حضرتك كده اخترت الانلت كاتالوج والكوندوت الكاتالوج، خلاص كده مفيش اي حاجه عندك هنا تاني تعملها. جاست بقى حضرتك دخل الداتا بتاعتك بتاعت المانهولز والكاتش بيزنز الجراوند ليفلز بتاعتك والكلام ده كله والماتيريال والكلام ده. نبدا بالكوندوت مثلا، نبدأ هنا اهو، دخلت على فليكس تيبل الكوندوت. كل اللي هتحطه حضرتك في الكوندوت هنا الماتريال، تيجي هنا كليك اللي هي جلوبال سيت، حضرتك بتقول الماتريال بتاعتك كانت بي بي سي مثلا، تقف على البي بي سي وتقول اوكي بس اقفل الكوندوت، مش عايز حاجه تاني فيها خلاص. وخلي بالك انك لو زودت اي كوندوت بعد كده لازم تروح وتعمل لها السيت بتاعها تاني، يعني تعمل لها الماتريال بتاعتها تمام كده. خلصت الكوندوت، في عندك تشانل، في جاتر، لا في كاتش بيزن، في وفي مانهول. ابدأ بالمانهول. المانوال حضرتك مطلوب انك تحط ايه الجراوند اليفيجنز. طبعا احنا متعودين على الحته ديت. طبعا هتقول لي لا احنا عايزين بقى ندخلها صح ومش عارف ايه، انا ما عنديش اي مشكله. بص يا عم، بتيجي هنا على تريكس او امر تريكس اهو، حضرتك بتدوس عليه بتبدا تعرف مين الداتا سورس، تبدا انت عندك البوينتس ولا كونتور لاينز ولا ايه بالظبط. زي مثلا اللي هي سبوت ليفل بوينت، دي اكسيف بوينت، يعني حضرتك هتجيب اوتوكاد اللي هو المهندس الطرق مديهولك اللي هو السبوت ليفلز، بس لازم يكون ليها زد. حضرتك بتدخله، بعد كده بتدخل اليونت اكس واي وزد بالايه بالمتر متر متر تمام كده، وحضرتك بتدوس نيكست. خلاص الموضوع خلص، كل المانهولز هتقرا ايه، هتقرا ليفل في الفيمتو ثانيه على طول في لحظه، كل المانهولز وكل كاتش بيزن هتقرا مين الليفلز، وبالتالي حضرتك كده خلصت الموضوع. بس انا بقول لك اهو لازم تراجع ليه، لان نفترض ان كاتش بيزن دي حضرتك كانت مترحله وانت بترسم، رحلتها شويه خليتها هنا يعني في الرصيف زي ما بيقولوا، والسبوت ليفل موجود في السنتر بتاع مين، بتاع الايه الشارع، فاصبحت الكاتش بيزن مش هتقرا من السنتر، هتقرا مين من بره، فممكن تروح اريا ليفل اعلى بكتير من الواقع بتاعها. فحضرتك لازم تبقى واخد بالك من الحته دي، لازم تبقى واخد بالك كويس جدا من الحته دي. فتراجع على التريكس، لو حضرتك هتدخل بتريكس تراجع عليه. طبعا انا بنصح طبعا تدخل في تريكس بالاسلوب تريكس، يعني لان هو بيوفر عليك وقت، بس لازم تراجع، تفتح الفليكس تيبل وتراجع تمام كده. انا بس بشرح الطريقه ازاي. طبعا احنا هنا بنوحد الليفلز، بنقول والله كذا، بس الصح طبعا بتدخلها ليفل ليفل، ده ما فيش فصال فيه ابدا تمام. زي مثلا اخليها 30 وهنا تقفل تمام. هنا بس كان في المانهول، كانت الناحيه الثانيه المانهول اللي هيبقى عليه فيتشر ووتر فيتشر اللي رامي عليه كده الناحيه الثانيه، قلنا خلاص بتدخله نون فلو. بص يا جماعه اللي هو ده، لو انت هتشتغل اهو الايه النون فلو، جاست حضرتك بتيجي هنا مثلا وتقول مهندس الميكانيكا وانت الصم بيت بتاعت الووتر فيتشر او الخزان قد ايه الفلو بتاعها، هيقول لك والله 3 لتر ثانيه، تاخد ال 3 لتر ثانيه وتحطهم هنا في المانهول اللي هيرمي عليه الديكسلريشن تشامبر. واضح الكلام هنا كده ماشي كده اوكي. طيب كده احنا دخلنا المانهول الليفلز بتاعته الكاتش بيزنز. خش يا معلم على الكاتش بيزنز اهي، ادي الكاتش بيزن، حضرتك بتدخل الليفيجنز بتاعتها. طبعا احنا قلنا 30 لازم دي تكون زيها تقريبا او اعلى بقليل، 30 بوينت مثلا 2 مثلا ماشي كده، المفروض تكون اقل لان المفروض سنتر المانهولز ماشيه في السنتر بتاع الطريق تمام كده، فالكاتش بيزن دايما في حته منخفضه من الطريق الرامي عليها. ف 29 مثلا 0.85
في 15 سم فرق ماشي، وحدت كده الليفل بتاعها تمام. المفروض بقى ان حضرتك تيجي هنا كده وتقول لي والله انا عايز ان الكتالوج كلهم، فكده دخلت هنا. بعد كده حضرتك بتيجي هنا كده وتقول سيت برضو لان الكتالوج اللي هو حضرتك دخلتها بالمنظر ده تمام. هل كلهم اون جريد؟ لا، اكيد في حاجات تانية تمام كده، هنبص عليها. بص معايا فين الانساج، ادي كانت واحدة انساج تمام كده. نفتح بقى كده اللي اوت، نقفل ده شوية، نفتح اللي اوت تاني في المنطقة اللي حضرتك رسمت هنا. جريد 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 جريد، مع السلامة. ها جريد برضو جريد، يبقى عندك واحدة بس ايه ساج في المنطقة او الزون اللي حضرتك رسمتها من شوية. فحضرتك بتيجي ببساطة خالص اقفل ده، خش هنا على كاتش بيزن تاني. حضرتك بتقول انو منهول بقى، تيجي هنا كده وتقول لي المنهول اللي هو او الكاتش بيزن اللي اسمها سي بي 1. سي بي 1 دي حضرتك تيجي هنا كده وتخليها ان ساج. واضح كده الكلام؟ كلام جميل جدا. وتيجي بعد كده تثبت كله، المانينج بتاعك هو بوينت او 13 اللي هو الدخل بتاع اللي هو المسار او الرننج بتاع الميه على الاسفلت تمام كده اوكي. طيب الدخل يا جماعه اللي هو اللونجيتيودنال اللونجيتيودنال سلوب اللي داخل جوه الالت نفسه المانهول نفسه. احنا كنا ما جينا شرحنا المانهول اللي هو الكاتش بيزن اسف، قلنا ان في سلوب داخلي بيبقى تقريبا 1 لـ100 تمام كده، 1%، 1% يعني 10 في الـ1000 لان حضرتك عامل السلوب في الـ1000 تمام كده، فلازم تكون 10. حلو كلام جميل. طيب هل في فلو نون نفس اللي قلناه في المانهول هنقوله هنا؟ هل في فلو نون؟ يعني حضرتك مثلا في الكاتش بيزن ديت حضرتك مثلا منزل ماسوره من شقه معينه رامي عليها دايركت كده تمام كده من جوه شقه مش على سطح، لان حضرتك اخدت خلاص مساحات الاسطح وحضرتك بتشتغل تمام كده، وهوريها لك ازاي دلوقتي. انما لما يكون جوه شقه لا دي اضافه حضرتك تاخدها في الاعتبار، او ورشه تحت البيت مثلا، تحت البيت في محل كده عامل مغسله زي ما قلنا الكلام ده يا جماعه اكتر من مره تمام. حضرتك بتشوف الفلو قد ايه تروح مدخله هنا 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 في اي نقطه. كلام جميل يا شباب، كلام جميل كده. خلصنا الانبوت داتا تمام. الاوتليت بتاعك لازم تعرف برضه الليفل بتاعه، فهنا الجراوند بتاعي تسعة وعشرين مثلا بوينت ايت. كلام جميل. طيب ايه تاني يا شباب؟ نبدأ نرسم الكاتشمنت اريا. الكاتشمنت اريا ماشي كده، بس قبل ما نرسمها نخش على كاتش بيزنز تاني بسرعة. هنا في حاجة في الكاتش بيزنز اسمها اللينس بتاع الالت تمام. خلينا نبص عليه بسرعة كده اهو. ده كده بتخليه قد ايه؟ سي 1 متر ماشي كده اوكي. طيب وتيجي هنا عشان بيقف ساعات في الديزاين معرفش ليه الصراحه، المفروض ان هو قرا تمام، بس الغريب ان هو بيقف، فخلينا نحطه مفيش مشكله خالص. المفروض ان قلت متعرف فوق تمام كده اهو، فالمفروض يقرا منه على طول. جريت لينس 0.6 وهنا 0.6 مش 1، ده الاستراكشر لينس هو اللي 1 0.6. تيجي هنا دي كمان كلام جميل كده يا شباب. خلاص ابدا ارسم الكاتشمنت اريا بتاعه كل كاتش بيزن من دول، تعرف بقى ده كده عشان نبدا نشتغل على اساسها.
يلا يا شباب ادي كاتشمنت اريا، ابدأ معايا. احنا قلنا هنا اتفقنا خلاص مع مهندس الطرق ان كل ده هيصرف على بره. من هنا كده تبدأ الحدوتة بتاعتك، تبدأ تقول والله هنا في فنس كده داير ما يدور يا شباب، هنا في فنس كده تمام اوكي. فحضرتك هتبدأ مثلا من هنا كده، خدت الفنس والووك واي اللي جنبه اهو 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 ماشي حلو. هنا في ايه؟ ده منطقة فيلل وجرين ارياز والكلام ده كله، خدها في الاعتبار اهو اهي. اهو بالظبط كده حضرتك داخل لغايه الكاتش بيزن بتاعك، وتقف وتقول والله كل الارض دي هترمي عليا، كل ده هيرمي فين؟ على ده. كلام جميل، كمل معايا. قول لي الكاتش بيزن دي ايوه بنفس الاسلوب، كل ده اهو رامي عليا كده تمام. اجي هنا كده واخد الفنس في الاعتبار اللي هي المنطقه اللي جنبي كده كده كده، وامشي كده. انا كده خلاص. ساعات ناس بتعمل اوفرلاب بسيط قوي كده فاكتور اوف سيفتي، بس انا محبوش، انا بحب لكل اريا تكون مستقله بنفسها. تيجي حضرتك هنا بقى خلاص كده كده، زي مثلا الكاتش بيزن دي هتاخد المنطقه دي تمام كده. فحضرتك هتيجي تختصر هنا كده وتقول والله خلاص، تعمل التالتة دي كاتشمنت اريا اللي راح على كاتش بيزن ديت. كلام جميل. طيب اللي بعده ديت المنطقه دي، تقول لي والله انا شايف ان الليفل كان رامي كده تمام، رايح فوق ورايح تحت، وهنا هبدا من هنا لان ده رايح كده ورايح كده ماليش دعوه بيهم، هبدا من هنا تمام. فتيجي من عند كاتش بيزن نفسها وتعمل كده حلو كده. دي رايحه فين؟ على الكاتش بيزن ايه؟ كاتش بيزن بتاعها تمام. تعالى هنا في كاتش بيزن تاني، تيجي هنا كده من عندها واخد الاريا دي الاريا دي كده، تمشي على حدود الاريا اللي حضرتك اخر مره خدتها في الاعتبار عشان ما تفوتش حاجه من اللي موجود. الشارع ده كله رامي عليك اهو كده اهو كده كده، طبعا حاجات تقريبيه يا جماعه ما هياش اكيوريت 100% تمام تمام كلام جميل. هنا كاتش بيزن ديت هتاخد المنطقة ديت، كلام جميل، تطلع على الفنس كده ثم تمشي بارل للطريق بحيث تاخد الوكويز اللي حضرتك كنت رسمه هناك في اللي اوت اهو كده. كلام جميل. اللي بعده هنا دي ساك بوينت، هنا في كريست زي ما اتفقنا، بتيجي حضرتك هنا كده من الكاتش بيزن تطلع الووك ويز بتاعك ماشي كده اوكي. دي كاتشمنت اريا تمام، وفي نفس الوقت في كاتشمنت اريا تانية جاية الناحية دي هنا كده، لان قلنا دي ساج، ركز معايا دي ساج، فكل دي كمان رمي عليها كده صح. طب ابتداء منين الكاتش بيزن ديت؟ يبقى الكاتشمنت اريا دي والكاتشمنت اريا ديت الاثنين رامين على الساج بوينت. طبعا كنت ممكن تعملهم هما الاثنين ايه واحد، يعني تعمل الاثنين كاتش اريا دول الاثنين على نفس ايه، يعني تبقى واحده بدل ما هما القطتين تمام كده.
فاضل الاريا الاخيره ديت اللي هي الكاتش بيزن دي اللي بتاخدها في الاعتبار. تعمل كده كلام جميل يا شباب، في كده مشكلة؟ كلام جميل جدا، ما عنديش أي مشاكل فيه، تمام؟ أوكي، تعالى هنا بقى كل كاتش منت اريا تبدأ تعرف لها كذا حاجة، اللي هي تي سي بتاعتها، تعرف لها ال اريا بتاعتها، يعني خش هنا على كاتش بيزن مثلا، كاتش منت اريا آسف، عشان نفهم الكلام. أول حاجة الميثود اللي حضرتك هتطبقها كده، تاني حاجة هل السكيل اللي حضرتك راسم بيه هو اللي أنت عايزه في الاعتبار؟ أه، يبقى هتعمل هنا سيت كده وتقول لي أوكي، ده سيلكتد كله. فدي الاريات يا شباب. عايزها بالهكتار؟ لا انا عايزها مثلا بالمتر سكوير، تحولها متر سكوير اهي، ماشي، ده كام متر سكوير؟ 3000 4000 متر، 6000 وهكذا، رينجات معقوله جدا، تمام. السي بتاعتك ايه؟ سي المشروع اللي اتفقنا عليها، ها قد ايه ثابته بقى في المشروع؟ اللي هي 0.45 مثلا، دي السي بتاعت المشروع، تمام كده. التايم اوف كونسنتريشن اول حاجه خليه هنا، ها خليه كده اليونت الاول تبقى بالدقايق minutes، تمام كده. وخلي لي هنا مثلا التايم اوف كونسنتريشن حضرتك حسبته مثلا طلع 10 دقايق مره واثنين وثلاثه، خليه 10 دقايق ربع ساعه، او الستاندرد اللي حضرتك بيشتغل عليها الكود بيبقى قايل الكلام ده، حضرتك بتاخده في الاعتبار معاك، خلاص واتفقنا على الكلام ده قبل كده. خلاص كده اوكي. في حاجه تاني؟ على بركه الله. هنا شباب اوت فلو ايلمنت ده اللي هقوله دلوقتي على اللوحه، ده هنروح دلوقتي على الشغل وهنوريه دلوقتي، اوكي. لازم كل واحده على حيطها، تيجي هنا كده بقى واحده واحده، وايه وركز معايا. هنا الكاتش بيزن دي بتاخد انه اريا؟ الاريا دي، يبقى لازم الاريا دي يا جماعه تيجي عليها كده وتقول البروباس بتاعتها، وتقول فين الاوت فلو ايلمنت، هي رايحه فين؟ رايحه على انه كاتش بيزن؟ اهي كاتش بيزن دي، ماشي كده، واصل واصل. طبعا انت حضرتك عرفت بقى كل اللي انا كنت عايز اعمله هنا، عرفته خلاص، عرفت ان هو السي بتاعتها كده، تي سي بتاعتها اللي هو تايم اوف كونسنتريشن 10 دقائق، اليوز سكيلد اريا، ايوه انا عايز السكيلد اريا، فاضل بس حاجه واحده هي هترمي على انو كاتش بيزن، ونعمل رناي بقى ان شاء الله على طول، ماشي كده. يبقى اخر حاجه حضرتك بتدخل بس الكلام الايه البسيط ده، تعالى كاتش بيزن الثاني او الكاتش من اريا الثاني، تمام. هي رايحه لمين؟ رايحه لنفس دي، والناس تعملها ببساطة خالص وبهدوء، علم عليها كده بس. اللي بعده الاريا، ها الاريا دي تدوس كده تقول والله رايحة، وتعلم على الكاتش بيزن بتاعك اهو كده. يلا اللي بعده، الاريا اللي بعدها، الاريا ديت رايحة على الاخت دي، تمام مفيش مشكلة، علم عليها بس، وأكد إن بتتعلم عليها، أكد على الكلام. الأريا ديت رايحة على مين؟ على الأخت دي، تيجي هنا كده سيلكت عليها. يلا اللي بعده، اللي بعده الأريا دي رامي على مين؟ على الأخت دي، فهنا كده اللي بعده الاريا دي رايحة على دي، اوكي ثم الاريا الاخيرة او قبل الاخيرة، لان في اريا هنا اخيرة رايحة على كاتش بيزن ديت، واخر اريا خالص اهي كلام جميل كده. حضرتك حددت لكل واحده فيهم الكاتش بيزن اللي هتبدا ترمي الميه بتاعتها عليه، تمام. طب عايزين نتاكد، نفتح هنا كده كاتش من اريا، تبص هنا كده كلها متعرف لها كاتش بيزنز، منها كاتش بيزن واحد اللي هي الساج اللي كانت متعرف لها ايه منطقتين، اتنين كاتش من اريا، انما اي واحده فيهم متعرف لها ايه كاتش بيزن واحده بس، لان كل كاتش بيزن واخده اريا لانها اون جريد، ماشي يا شباب كده. خلاص كده انت جاهز باذن الله انك تبدا تعمل رن. نعمل رن على بركه الله. هنا انترنيتف، لا مش عايز،
تمام كده، كلام جميل جدا. طالما ظهرت الرسالة هنا كلام جميل، حضرتك كده السمري تمام، اقفل ده سيبك منه. تمام، هنا يا جماعه الليفلز بتاعك هيبدا نكشف بقى الكلام ده. خلاص اقفل لي بقى اللي اوت ده، انا مش عايزه. تمام، يلا نبدا على بركه الله. طبعا كاتشمنت اريا اللي حضرتك مش عايزها بتقفلها من هنا كده. تمام كده، اوكي، ظهرت اتجاهات الميول والكلام ده كله. حضرتك ابدا ارسم بروفايل وابدا اكشف لي الحدوته ماشيه ازاي. نبدا في البروفايلز بتاعتنا، مثلا نيجي هنا بروفايل واحد سيلكت فروم دراونج. سي حضرتك مثلا تبدأ البروفايل من هنا، تبدأ المنهول ده وهكذا، تاخد السيكونس بتاعك على طول، ولازم بالترتيب يا شباب، وما تنساش منهول في النص، خد وقتك متسرعش. ماشي، والاوتفول بتاعك وقول له اوكي وريفرس واوبن بروفايل. ده المنظر يا جماعة بتاع البروفايل اهو، ظهر كلام جميل جدا. نقفل ده ونقفل ده ونفتح ال annotations عشان ابدأ اشوف. ده طبعا الراجل اختار اقطاره، اختار القطر 250 اللي هو المينيمم ديامتر عندك في اول الشبكة في الكود اللي انت بتشتغل على اساسه. بعد كده مشي 250 فترة، بعد كده لجأ لل 315، لجأ في الاخر خالص لل 500. تمام كده، بناء ان الفلو بيحصل كوميليشن للفلو. ماشي كده، الفلو في الاخر خالص 117، هنا 73 73، لان هنا مفيش كاتش بيزن دخلت. تمام، ركز ركز، ها مفيش كاتش بيزن هنا دخلت، وراجع وبص عليها مره واتنين. طبعا الارض هنا ثابته، احنا عشان داخلين ليفل واحد، انما المفروض الارض تكون طالعه ونازله وشغل بقى ايه محترفين. كلام جميل كده. هنا الراجل او الستورم كاد اخد السلوب ستاندر اهو، تمام، مشي عليه 4 4 4، بعد كده وصل 3 3 3، مشي على 3. تمام كده، عشان برضو يقفل عليه الدي على فاي اللي هو نسبة الامتلاء داخل الماسوره. ادي الجراوند وادي الانفرت. تمام كده، اوكي. لو حضرتك عايز تلعب في اي حاجه، عايز تنزل تهبط المنهول ده، فحضرتك بتيجي في الماسوره دي بتقفل الكونسترينز بتاعتها وبتفتح كونسترين جديده، بتقول لها لا انا عايز مثلا السلوب بتاعي هنا بدل ما هو 3 يبقى 4، المينيمم والماكسيمم 4، هو هيقرا 4 خلاص. او ان عايز الانفرت اللي داخل بدايه الماسوره، انفرت الستارت بتاع الماسوره يكون مثلا تحت هنا نص متر، فتشوف الانفرت ده كام؟ 6، والانفرت هنا 27 67. سي مثلا عايزينه 20 سم تحت، هتكتب نفس الانفرت ده ولكن هتخلي دي 67 تبقى 47. جاست عملت ران تاني، هتلاقي المنهول ده على طول بدأ من تحت شويه من هنا ونازل اوتوماتيك بنفس الاسلوب اللي حضرتك قلت له عنه. كلام جميل، ده الكلام ده احنا قلناه في الصرف مش عايزين نعيده تاني. تمام، نفس السيكونس يا شباب، بترسم البروفايل التاني البروفايل التالت وهكذا. احنا رسمنا اطول بروفايل موجود في الشبكه عندك، بترسم التاني بترسم التالت، بتديه للاستاذ الرسام بتاعك اللي هو دراعك اليمين في المشروع، بياخد الكلام ده بيبدا يفنشه ويطلع بروفايلات المطر. يا رب يا رب يكون الموضوع بسيط سهل، عملنا شبكه اتعلمنا الستور مكان مع بعض، مفيش حاجه فيها صعبه خالص، بالعكس الموضوع بسيط وسهل. مش حابب اسمع من حد يقول مش عارف ستورم كاد او ووتر كاد او سيور كاد او مش عارف شبكه معينه او الكالكوليشن بتاعتها صعبه عليا. مفيش حاجه صعبه في الانفراستراكشر، بالفهم وبالعلم الموضوع بيمشي. ان شاء الله ان شاء الله هيبقى في محاضرات تانية ادفانسد اكتر من كده في الشبكات اللي انا قلت عليها من شويه، في كل الشبكات بلا استثناء، بس قدام شويه لان انا عندي دورات تانية بشتغل عليها زي دورات التريتمنت والهيدروليكس والفلويد ميكانكس، وهشتغل كمان دورات منشات راي، فدي هتاخد مني وقت شويه، بس ان شاء الله هنرجع تاني للشبكات ونعمل دورات ادفانسد اكتر. ان شاء الله يكون عندكم وقت تكونوا درستوا الكلام ده وفهمتوه كويس جدا، عشان في الادفانسد ان شاء الله يبقى الموضوع بسيط ونبدا من مستوى اعلى شويه مش من مستوى البسيط ده. اوكي، يا رب يكون استفدتوا من الدورات التدريبيه في الشبكات، وان شاء الله يبقى الاستفاده اكبر كمان في الدورات التدريبيه بالنسبه للمحطات، سواء تنقيه او صرف صحي او صرف صناعي، محطات المعالجه، وفي اعمال الهيدروليكس واعمال الري ومنشات الري باذن الله. شكرا لكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله.